ولقد ملأ ربنا جل شأنه العشر من ذي الحجة بفضائل من الطاعات والبركات يشترك فيها الكبير والصغير والضعيف والقوي والذكر والأنثى، صوم وذكر وتكبير وصدقة وحج إلى بيته الحرام، خص فيها جمع عرفة حين يباهي بهم ملائكته فيشهدهم أنه قد غفر لهم، ومن كرمه وإحسانه أنه لم يقصر المنفعة في هذا اليوم على الحاج فحسب، بل وسعت كل من لم يكتب له قصد بيت الله الحرام أن يصوم يوم عرفة محتسبا ذلك عند الله، فإن فيه كفارة عامين، عاما مضى وعاما يستقبل. فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم.